اليوم نحتفل بعقد الشراكة اللي سبقنا وقلنا عليه في شهر نوفمبر مع الغرفة الوطنية لكراء السيارات. فاليوم نبدأ خطوة جديدة إيمانا منا بالعمل أولا النقابي للغرفة، وثانيا بقطاع كراء السيارات اللي هو مهم جدا بالنسبة لنا احنا كوكلاء سيارات، ولتزيد الخدمات لتحسين العرض. فاليوم صارت لحمة بين شركة هونداي والغرفة الوطنية لكراء السيارات، فرحانين بها. إن شاء الله في المستقبل تكون عندها أكثر فاعلية، وهذه تجربة إن شاء الله نكون ناجحين فيها، وربي يوفق الجميع، وإحنا فرحانين اليوم وإن شاء الله المستقبل كان به. حبيب معاوي، رئيس الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات. على بركة الله اليوم انطلق احنا في اول عمليه نتاع اقتناءات وليفريزون نتاع سيارات من نوع هيونداي، اللي شركه الحقيقه اللي امنت بمجهود الغرفه وبعمل قاعده تقوم به الغرفه الوطنيه شركه تذكير السيارات، وهو اول مره تقريبا في منذ 20 او 25 سنه ان تكون الاقتناءات في تعامل مباشر مع وكيل بيع السيارات. التحيه والشكر لابد ان تسوقها للمشرفين على مؤسسه هيونداي وعلى رأس مسيح مهدي محجوب المدير العام لهذه الشركة. هو التزام أخلاقي ومعنوي ومادي في بكل المقاييس. تعرف اليوم اللي فما إشكال كبير مع شركة الإيجار المالي، اللي تعرف الطول اليوم ارتفع وصل ل 15.54، بمعاملات جديدة من نوعها وبعلاقات جديدة من نوعها بين تجمع بين الغرفة الوطنية ووكلاء بيع السيارات. اليوم تمكننا من عدد اقتناءات عدد من السيارات محترم جدا، عدد من الشركات اللي اندمجت في هذه العملية وانخرطت فيها بكل شجاعة. هو العامل الرئيسي اللي قاعدين اليوم نرتكزوا عليه، ونحيي بالمناسبة زملائي فردا فردا والشركات اللي انضوت وأمنت بالعمل اللي تقوم به الغرفة الوطنية اليوم، ونأكدوا لأن الشركات هذه اليوم ملتزمة بكل ما قامت به في تجاه مؤسسة هيونداي وشركات المنضوية تحتها. وإحنا مازلنا قاعدين نسعى وفي تواصل جدي مع بقية الشركات من وكالة بيع السيارات ومن شركة الإيجار المالي، كل القطاعات أو الأطراف المتدخلة في قطاع كراء السيارات. اليوم قاعدين نبنيه في مرحلة جديدة ما صارتش بكل تواضع، يعني في مدة 20 سنة 30 سنة الخطوات هذه اللي قامت عليها الغرفة اليوم. شكر كبير لكل من آمن بهذه المجموعة النيرة من خيرة مؤسسات كراء السيارات. شكر كبير لكل المتدخلين في قطاع كراء السيارات لأنهم أمنوا وصدقوا وشافوا النتائج بالفعل يعني. وإن شاء الله في خطوات أخرى احنا قادرين أن نتواصلوا مع بعضنا مع المؤسسات هذه، وقادرين أن نقودوا تحديات بالمجموعة اللي انخرطت في هذا العمل. وهذه خطوة أولى وستتلوها خطوات في القريب العاجل مع جملة من المؤسسات الأخرى اللي ممكن ترغب في الانخراط في العمل مع الغرفة. للإشارة فقط أنه العمل النقابي هو عمل يهدف بدرجة أولى إلى حماية القطاع، إلى تحسين مردودية القطاع، إلى تعديل القوانين المنظمة للقطاع، وهذه القاعدة تخدم عليها الغرفة الوطنية بتبيعها مع كل الشركاء المتدخلين في القطاع كراء السيارات. مع الشكر.